بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم أعزائي طلاب مدارس المناهج الأهلية، الصف الرابع، في درس جديد من دروس التعلم عن بعد في مادة الرياضيات. درس اليوم جمع الكسور العشرية وطرحها. نتكلم النهاردة عن جمع الكسور العشرية وطرحها. في نهاية الدرس أو الفكرة من الدرس إن إحنا نجمع الكسور العشرية ونطرح الكسور العشرية. ويمكن جمع الكسور العشرية وطرح الكسور العشرية زيها زي كان جمع وطرح الأعداد الصحيحة بالظبط، مفيش اختلاف بس إلا في الفصلة، وهنتعلم إزاي نتعامل مع الفصلة لما تجي. طيب شوف سؤال، استعد. قول لي مكث خالد 1.5 ساعة في المكتبة يوم السبت، واثنين وثلاثة من عشرة ساعة يوم الأحد. ما الزمن الذي قضاه خالد في المكتبة في اليومين معا؟ يعني عايزين نشوف هو قعد اليوم الأول 1.5 ساعة، في اليوم الثاني 2.3 ساعة. عايزين نعرف المدة اللي قضاها خالد كلها في المكتبة. هنا طبعا على طول عايز المدة كلها، يبقى مسألة ايه؟ جمع. هنلاحظ هنا بقى يا شباب ان هو ما قاليش الزمن التقريبي، ما قاليش الزمن الايه؟ التقريبي، لكن قال لي الزمن بس وسكت، يبقى هنا مسألة جمع مباشرة. أما لو قال لي الزمن التقريبي كنا قربنا بقى الأقرب عدد صحيح وبعدين ايه؟ جمعنا. طيب، إزاي هنجمع هنا؟ أول خطوة في الجمع برتب الفواصل العشرية بعضها فوق بعض. يعني إيه الكلام ده؟ أرتب الفواصل العشرية بعضها فوق بعض، يعني همسك الواحد وخمسة من عشرة أكتبها الأول كده. 1.5. وخلي بالك بقى لما تيجي تكتب كبر المسافة شوية بين الأعداد، يعني ما تلزقهم في بعض، يعني ما تكتبهمش كده، لا وسع كده، على وسع كده زي ما أنا كتبت عشان نعرف نرتب بعضيها. طيب اللي بعديها 2.3. هبدأ الأول بالفصلة، هي حط الفصلة تحت الفصلة. يلا العدد الصحيح 2 أحطه تحت الواحد، و العدد العشري 3 احطها تحت مين؟ الخمسة، وبعد كده احط علامة زائد. يبقى انا كده رتبت الفواصل العشرية بعضها فوق بعض، زي ما انتم شايفين كده هنا. ده انا كده رتبت الفواصل العشرية بعضها فوق ايه؟ بعض. بعد كده هبدأ اعمل عملية الجمع. هجمع الارقام في كل منزلة واضع الفصلة العشرية في مكانها، بمعنى اقول كده 5 + 3 = 8. طيب الفصلة بعد كده تنزل مكانها، هي فصلة جت نزلتها، أول ما تجاب لك الفصلة نزلها. بعد كده هجمع الأعداد الصحيحة، 1 + 2 كام؟ 3. يبقى الناتج هيطلع عندي 3.8. أظن بسيطة جدا يا شباب، رتبت الفواصل العشرية بعضها فوق بعض، وبعد كده جمعت عادي، والفصلة العشرية أول ما جابلتني رحت إيه؟ منزلها مكانها. طيب نشوف أسئلة بقى، موضوع بسيط جدا زيه زي جمع الأعداد الصحيحة مباشرة. نيجي هنا بقى، أوجد ناتج كل مما يأتي. خلي بالك هنا بقى عشان بس نميز، في الدرس اللي فات كان بيجي لي هنا يقول لي إيه؟ قدر، صح؟ لكن هنا قال لي إيه؟ أوجد. أوجد يعني هجمع مباشرة، قدر يعني أقرب لأقرب عدد صحيح وبعدين أجمع. يبقى هنا أوجد هجمع مباشرة، أوجد هجمع مباشرة، واضحة يا شباب؟ طيب نبدأ بقى هنا، 1.4 وهنا 7. يلا نجمع 4 + 7 = 11. ينفع اكتب ال 11 كاملة؟ لا، يكتب الواحد والواحد الثاني يرجع فوق العدد اللي بعده كده 1. طيب بعد كده الفصلة العشرية قابلتني تنزل، 1 + 2 = 0 = 2. يبقى تطلع 2.1. 2.1 من كام؟ من 10. خلاص؟ طيب نيجي للسؤال رقم 2، عايزك تلاحظ حاجة مهمة هنا بقى. هنا بيقول لي 4.72 وهنا 3.9. في حاجة مهمة جدا بقى يا شباب، قال لك المنازل التي لا يوجد لها أعداد، المنازل التي لا يوجد لها أعداد أو أرقام نضع مكانها صفر. بمعنى إيه الكلام ده؟ يعني هنا كم منزلة هنا على يمين الفصلة؟
منزلتين، وهنا كم منزلة على يمين الفصلة؟ منزلة واحدة فقط. قال لك يبقى هنا منزلة الجزء من 100 مش موجودة، لكن موجودة هنا، هنا في 2 لكن هنا مش موجودة، بحط صفر كده عشان أعرف إيه أجمعها. يبقى تاني كده أمسح كل ده بس كده وأوضحها لك تاني. هنا عندي منزلتين وهنا أحط صفر تحت الاتنين عشان لما أجي إيه أجمع مباشرة. يلا 2 زائد 0 2، 7 زائد 9 برافو عليكم 16، ما ينفعش أكتب 16 كاملة، أكتب الستة والواحد يرجع فوق الأربعة هنا. طيب الفاصلة تنزل بالترتيب اهو، الفاصلة نزلتها، بعد كده 1 زودنا عليه 4 5، 5 زودت عليها 3 8، يبقى تطلع عندي 8.62 من 100. طيب أشوف السؤال اللي بعده. يلا هنا 1.4 من 10 وهنا 1 صحيح وصفر من 10، يعني خلاص تطلع 1 صحيح فقط. هنا مش محتاج أزود أصفار لأن كل منزلة تحتيها منزلة بالظبط كده، يعني الأربعة تحتيها الصفر والواحد تحتيه الواحد. طب دي مسألة طرح ولا جمع يا أستاذ؟ مسألة طرح. يبقى 4 ناقص 0 4، الفاصلة تنزل، 1 ناقص 1 برافو عليكم 0، يبقى هتطلع هنا 4 من 10. طيب نشوف المسألة التانية كده وعايزك تفكر فيها كويس. يلا ها 8 من 10 و49 من 100، هل هنا المنازل متساوية هنا؟ لا يا أستاذ مش متساوية، هنا 8 من 10 هنا منزلة واحدة فقط، وهنا 49 من 100 منزلتين هم، هنا رقمين وهنا رقم واحد. طب هنعمل ايه يا شباب هنا؟ قال لك هنحط صفر هنا عشان اخلي عدد المنازل اللي موجود هنا هو نفسه عدد المنازل اللي موجود هنا. طيب همسح بقى الكلام ده عشان نوضح ونبدأ نطرح مباشرة. يبقى هنا هاجي مزود صفر كده امام الثمانية وابدأ اطرح. يلا 0 ناقص 9، ينفع الصفر اخد منه 9؟ لا ما ينفعش يا استاذ. طب نعمل ايه في الحالة دي؟ هروح استلف من الثمانية، صارت الثمانية دي كام؟ 7، خلاص؟ السبعة الثمانية صارت كام؟ 7، والواحد اللي أخدناه ده بـ10، يبقى يصير هنا كام؟ 10، 10 ناقص 9 1، 7 ناقص 4 برافو عليكم 3، الفصل عليها الدور تنزل، 0 ناقص 0 0. طرح زي الطرح اللي درسناه في صف ثالث ابتدائي بالظبط يا شباب، ودرسناه ايضا في الصف الرابع في الفصل الدراسي الاول. يبقى يطلع الناتج عندي 31 من 100. طيب هنسمع مقطع فيديو الان يشرح جمع الكسور العشرية وطرحها ايضا، نسمع مع بعض. تعلمنا سابقا خطوات جمع الأعداد الكلية وطرحها كما يظهر في هذه الأمثلة. في هذا الدرس سنتعلم جمع الكسور العشرية وطرحها. لجمع الكسور العشرية الظاهرة أمامنا نبدأ بترتيب الفواصل العشرية بعضها فوق بعض، ثم نجمع الأرقام كما نجمع الأعداد الكلية، وأخيرا نضع الفاصلة العشرية في مكانها في الناتج. كذلك في الطرح نتبع الخطوات نفسها بترتيب الفواصل بعضها فوق بعض، ثم نطرح الأرقام من اليمين إلى اليسار بنفس طريقة الطرح في الأعداد الكلية، وأخيرا نضع الفاصلة في الناتج. مثال من واقع الحياة: يبلغ المتوسط العالمي لاستهلاك الفرد للمياه 149.7 لترا يوميا، بينما يزيد في المملكة العربية السعودية على ذلك بمقدار 136.2 لترا يوميا. بتطبيق ما يعلمنا هذا الدرس نجد أن متوسط استهلاك الفرد للمياه في المملكة العربية السعودية يساوي 285.9 لتر يوميا. يعلمنا هذا الدرس كيف نجمع الكسور العشرية ونطرحها. طيب نرجع تاني يا شباب ونشوف نوعية مختلفة من الأسئلة. يلا قول لي أوجد ناتج كل مما يأتي. نيجي هنا يا شباب، يلا 4
وستة من عشرة ناقص واحد وخمسة واربعين من مئة. اتفقنا كده لو لقيت ان المنازل مش متساوية انا بسويها بوضع الايه؟ الاصفار. يعني هنا عندي ستة منزلة واحدة فقط على يمين الفصلة، وهنا عندي كام؟ منزلتين. خلاص يبقى هنعمل ايه هنا؟ رفع الوضع هنا ايه؟ صفر. خلاص عشان اسويهم مع بعض، وهبدأ اطرح. صفر ناقص خمسة ما يصلح، هروح اسلف من الستة، صارت الستة خمسة، وصار الصفر ده كام؟ عشرة. عشرة ناقص خمسة خمسة، ممتازين. خمسة ناقص أربعة واحد، الفصلة أول ما يجي عليها الدور تنزل، برافو عليكم. أربعة ناقص واحد، ممتازين. ثلاثة وستة، يلا نيجي في السؤال رقم 13. يلا خمسة وواحد من عشرة وسبعة وستة وخمسين من مئة. محتاج هنا أزود شيء يا شباب؟ ها؟ أيوة واحد يقول لي فعلا هنا عندي خمسة وواحد من عشرة، هنا عندي عدد واحد فقط على يمين الفصلة، وهنا عندي عددين على يمين الفصلة، يبقى أنا هزود صفر هنا. خلاص؟ أمسح بس الكلام ده ونحط الصفر فقط. يلا أنا هنا هزود صفر هنا، ليه زودت الصفر؟ عشان يبقى هنا في عندي منزلتين وهنا منزلتين. طيب ده سؤال زائد. صفر زائد ستة ستة، واحد زائد خمسة ستة، برافو عليكم. الفصل عليها الدور تنزل. خمسة زائد سبعة 12. طب ما فيش أعداد تانية، يبقى ال 12 تنزل كاملة. خلاص وتقرأ 12 و66 من 100. طيب السؤال 19 ده مكتوب بطريقة أفقية. خلاص ما فيش مشكلة عندي، أنا هرتب الفواصل تحت بعضها وأبدأ أجري عملية الجمع أو الطرح حسب السؤال ما هو طالب. يلا عشان أرتب الفواصل تحت بعضها قلت بكتب الأرقام وأسيب مسافات بينها، يبقى أكتب كده 51 فاصلة 20 من 100. اللي بعديها بقى أبدأ بالفصلة مباشرة، أدي الفصلة حطيتها تحت الفصلة، وهبدأ هنا عندي 29 في الصحيح أرصها تحت ال 51، يبقى 29. شوف كل رقم تحت الرقم اللي فوقيه بالظبط، وهنا في الجزء كسر العشر 75 من 100، أدي السبعة وأدي الخمسة، وعلامة زائد أدي علامة زائد. شوف لو كتبتها كده بتلاقي المسألة بقت واضحة عندك جدا وتبدأ تحل مباشرة. يلا صفر زائد خمسة خمسة، اثنين زائد سبعة تسعة، برافو عليك. الفصلة تنزل. واحد زائد تسعة عشرة، يبقى صفر ومعانا واحد يرجع فوق هنا، واحد اهو. واحد على زائد خمسة ستة، ستة زائد اتنين ثمانية، يبقى هتطلع ثمانين وخمسة وتسعين من 100. يبقى احنا النهارده يا شباب اتعلمنا كيف نجمع الكسور العشريه ونطرحها، كيف نجمع الكسور العشريه وايه؟ ونطرحها. قلنا اول خطوه برتب الفواصل تحت بعضها، برتب الفواصل تحت بعضها، وبعد كده اجمع الارقام في كل منزله، ثم اضع الفصله العشريه فين؟ في مكانها. وبهذا اعزائي طلاب مدارس المناهج نكون قد انهينا تعلم شرح درس جمع الكسور العشرية وطرحها. نسعد باستقبال أسئلتكم واستفساراتكم عبر القنوات الرسمية في جروبات الواتساب. تعليمنا مستمر بهمتكم، ودمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.